ده كده خمسه بس، لسه السادس. احنا ما يعني عشان ما نطولش بس على حضراتكم، لسه كان في سادس كمان. الماتش ده احنا كنا خسرانين هناك في نصف نهائي البطوله الافريقيه 2017 2-1 من النجم الساحلي، ورجعنا كسبنا 6-2 زي ما حضراتكم شايفين. ما بنجيبش حاجات مثلا من 100 سنه، ما بنجيبش حاجات بقالها 100 سنه، لا احنا بنجيب حاجات بقالها سنه سنتين. السنه دي في دوري المجموعات، السنه دي في دوري المجموعات النادي الاهلي قدر يكسب سيمبا 5-0. فالناس بقى اللي بتقول، ما هو كذا حاجه بتتقال خلال هذه الفتره، وانا قعدت الحقيقه ارصد ايه اللي بيتقال وايه اللي بيتعمل. الناس اللي بتقول اصل دي يا جماعه كبروا دماغكم بقى، ده ماتش وعدى وبطوله وعدت، ده ماتش وعدى وبطوله وعدت. الناس دي طول عمرها واخده على كده، الناس اللي بتتكلم بهذه الطريقه طول عمرها واخده على كده، واخده ان هي تتغلب وعادي والماتش بيعدي واللي بعده. الناس دي واخده ان هي تطلع من البطولات، من ال 32 من ال 16 من هنا من هنا، من اي بطوله هم بيخشوا فيها، دوري، كاس، بطوله افريقيه. انا مش بتكلم على فريق، انا بتكلم على الناس اللي بتتكلم بهذه الطريقه. الناس دي بتفرح لهزيمه الاهلي اكتر من فرحتها ان هي تاخد بطوله، لو خدت بطوله يعني. فعشان كده الناس دي بالنسبه لي هم متعودين على كده، فما يعرفوش الحرقه اللي احنا متضايقين جدا وزعلانين جدا، لكن عندنا لعيبه تاكل الزلط. عندنا لعيبه هتشوفوهم بكره ان شاء الله، وهتشوفوهم يوم السبت القادم ان شاء الله، هتشوفوا هيعملوا ايه في ارض الملعب. عارفين ليه؟ عشان هم بيحملوا شعار النادي الاهلي. النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي غير. شعار النادي الاهلي مختلف وغير. اتغلبنا 5-0. وبقولها وانا يعني انا زعلان جدا وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انا لسه عندي مباراه ثانيه يوم السبت القادم. الاهلي كده، الاهلي كده، الاهلي كده. لكن الناس اللي متعوده على ان هي تتغلب او تخسر في عملها، او واحد عنده بيزنس مثلا وبيخسر وبيقول لي الكلام ده خلال الثلاث ايام ولا الاربع ايام اللي فاتوا، انا ما بسمعش غير الكلام ده وببتسم الحقيقه. اي حد بيقول لي كده ببص في وشه وبضحك. عارفين ليه؟ لان انا عندي جمهور اسمه جمهور النادي، مش انا بتكلم على ان النادي الاهلي عنده جمهوره، عنده جمهوره اللي هيفضل معاه وهيفضل في ظهره طول عمره. والكلام ده انا بقوله وانا مقتنع بيه 1000000%، مش 100%، 1000000%. لكن الناس دي اخر حاجه بيفكروا فيها، اخر حاجه بيفكروا فيها شغلهم. لا بيفكروا بس، ما بيفكروش غير في ايه اللي حصل للاهلي. هو الاهلي وحش ليه؟ الاهلي اتغلب ليه في الماتش اللي فات؟ لكن لو كل واحد يركز في فريقه وكل واحد يركز في اللي بيعمله. لكن الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم دايما دايما، انا ثقتي كبيره جدا جدا جدا. ممكن الواحد من انفعاله ومن نرفزته يقول كلمه كده يقول كلمه كده، ولكن في النهايه الثقه في اسم النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي، ثقتنا كبيره جدا 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 في اللاعبين دول. عارفين قد ايه هم يعني. تخيلوا حضراتكم لما تيجي تكلم واحد من زمايلك، انا بكلم واحد من زمايلي يعتبروا زمايلي كلهم، وبرفع عليه السماعه، فاضل ان هو يعني متضايق جدا مش عارف يعمل ايه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وعشان خاطر اسم النادي الاهلي. هو ده الفرق، هو ده الفرق. لكن الناس اللي متعوده دايما، على راي عادل امام الممثل الكبير، متعوده دايما ان هي تتغلب 4، تتغلب 5، تتغلب 6، تتغلب 3، تخرج ما عندهاش مشكله، اللي بعده بيفكروا في اللي بعده، او مش بيفكروا، بيلهوا الناس. لكن النادي الاهلي شفتوا اللي حصل ايه ولا ما شفتوش؟ ايه اللي حصل؟ عمل مؤسسي، عمل مؤسسي. البعثه نزلت خدت يوم اجازه، في اول تمرينه كان مشرف على الكره ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في التمرين، قعد اتكلم مع لعيبته نص ساعه. ايه اللي حصل في النص ساعه؟ حضراتكم عرفتوا ايه اللي حصل في النص ساعه دي. كيف تعامل الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكره بحسه كرئيس نادي وبحسه كلاعب كبير، تعامل بالاثنين. بعدها حسام عاشور
كابتن فريق النادي الاهلي طلع اعتذر لكل الناس علنا او لجمهور النادي الاهلي علنا. بعدها لاسارتي طلع اعتذر علنا لكل الناس. ومن وجهة نظري ان دي نصف خطوة على الطريق الصحيح للعودة مرة اخرى لمستوى النادي الاهلي او مستوى اللاعبين داخل النادي الاهلي.